goal! Goal! الأول للغاتسية يوسف السلمان بعد تسديدة أولى كانت من محمد لغويفلي سدد الكرة الأولى صدت بالعرض رجعت للسلمان من دون أي متابعة سدد وسجل أول أهداف الغاتسية حسرة على فونسيكا في الثواني الأولى 21 ثانية وأمام عبد الله حياة ليو الثاني لمصلحة القادسية من ركلة جزاء احتسبت لفهد الضريجي قام بتنفيذها البرازيلي اللي يسجل الهدف الثاني فونسيكا احتار وطلب الوقت المستقطع دقيقة كوقت مستقطع بعد انتهاء الدقيقة اللي طلبها فونسيكا أو غادر سالم صميعي يتركها لفرانكلين جول جول لنادي الكويت فرانكلين يغلص الفارق ويسجل أول أهداف الكويت من ركلة جزاء من نفس النار اللي يلشوه منها نادي الكويت يلشوه منها نادي القادسية وتصبح النتيجة هدفين للقادسية هدف للكويت وعيسى فلاح حاليا يطلب الوقت المستقطع مع تبقي 40 ثانية فقط على نهاية هذا الشوط الأول ما بين القادسية والكويت هدفين للقادسية هدف للكويت دقيقة وقت مستقطع طلبها عيسى فلاح بعد انتهاء بإذن الله نستكمل لمصلحة الكويت الطويل على تنفيذ هذا الفاول لمصلحة نادي الكويت عبد الرحمن يلعب التمريرة سرينجاري جول جول التعادل لمصلحة الكويت مع بداية هذا الشوط الثاني بعد مرور 34 ثانية فقط الكويت يسجل هدف التعادل في شباك سالم الصميع الطويل مرر وسرينجاري الطويل يتركها لفرانك للعب تمريرة سرينجاري مع الإيطالي ويسجل الهدف الثالث لمصلحة الكويت ويقلب الطاولة على نادي القادسية القادسية اللي كان متقدم بهدفين مقابل لا شيء يجد نفسه حاليا متخلف في النتيجة يلعب تمريرة مع ميثم الصراف لليو وصل التمريرة مع فهد لطريج لك يا انت ايش سويت بنفسك يا سرينجاري تسجل للكويت وتسجل على الكويت ما كانت 2-2 خليتها 3-3 يا سرينجاري من تعادل ايجابي ب 2-2 سرينجاري حمد العوضي مرور اول ممتاز فرانكلين يا فرانكلين بعد تمريره ممتازه من حمد العوضي فرانكلين بين اقدام سالم الصميعي يسجل ثالث او رابع الاهداف لنادي الكويت تمريره من العوضي اخذ معاه ثلاث لاعبين حمد بالباور بلاير بميثم الصراف لغويفلي فهد الطريجي والتسديده في المرمى جول جول خلصوها الكويت وسجلوا الهدف الخامس هذه المرة كانت عن طريق فرانكلين على ما أعتقد فرانكلين يسجل الهدف الخامس لمصلحة الكويت 5 أهداف للكويت و3 للقادسية ودقيقة و16 ثانية على نهاية هذا اللقاء بين القادسية والكويت السرينجاري هو اللي